السلام عليكم واهلا وسهلا و مرحبا بكم البنات في لايف جديد. معكم سعاد والمجوهرات فاتين، البنات اللي غبرت عليهم شهرين دابا تقريبا، سمحوا لي بزاف بزاف بزاف. انا دابا البنات كاينه مع مجوهرات فاتين، اي حاجه بغيتوها فقط تواصلوا معايا في هذه النميره البنات، هذه 07071199920. اول حاجه البنات عيد المراه سعيد ان شاء الله، يدخل علينا كاملين بصحه وسلامه وداكشي اللي تمنينا ان شاء الله، ورمضان مبارك سعيد لكم كاملين كاملين البنات. يلا البنات دخلوا، مرحبا بكم في اللايف. عندي لكم ميزات خطيره 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 في هذا اللايف، عندي لكم البرومو ديال عيد المراه اللي ما تزقلوش ما تزقلوش ما تزقلوش البنات. غادي في انتظار انكم تدخلوا، فقط ايبانغلي النمره، اي وحده دخلات تبارطاجي اللايف في كاع لي جروب اللي عندها، ومرحبا باي وحده بارطاجت اولا خلات ليا قليب اولا كومونتار في اللايف. اي حاجه بغيتو تشوفوها سواء كتبوها ليا دابا في اللايف اولا خليو ليا ميساج في هاد النمره هادي 07071199920. انتظار انكم تدخلوا البنات، حتى انا غادا ايبانغلي ليكم غادا بارطاجي اللايف، وحتى نتوما اي وحده كتفرج في اللايف بارطاجيو اللايف البنات عندكم في لي جروب اللي عندكم مع البنات، طاقيو البنات. بغيت كلشي يشوف ان شاء الله هذا اللايف هذا، وكلشي يشوف لي برومو اللي عندنا البنات. شكرا بزاف بعدا اللي كانوا كيسولوا فيا علاش ما بقيتيش كتبعني، عارفين كنتي غابره البنات، ولا انا راه كاينه دابا مع مجوهرات فاتين. فشكرا لكم بزاف 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 البنات، ما تطلعوش ليا لي كومونتير، ما تطلع هنا في الطابليت كيطلعوا ليا لي فيو، ولكن تما لا ماشي مشكل، غير خليو لي كومونتير ديالكم. شكرا للبنات اللي تيديروا لي جيم تيديروا قلوبه، البنات اللي دائما تيسولوا فينا شكرا لكم بزاف بزاف. ما غاديش نعطل عليكم لايف بزاف، وغادي نبدا. يسرى يسرى ميرسي بارطاجي لايف، غادي نبدا معكم اللايف دابا شويه فقط البنات، عطيوني دقيقه بارطاجي اللايف وان شاء الله غادي نوريكم لي زارتيكل داكشي اللي كيعجبكم البنات. شكرا شكرا على القليبات، ان شاء الله اللايف ان شاء الله جبت لكم فيه دي زارتيكل غادي يعجبكم، شي حاجه طوب شي حاجه غزاله وزوينه. عندي هنايا يمكن من الكونيكسيون ما يطلعش ليا، المهم غادي نخلي هذه هنايا مره مره بارطاجي شويه. حتى نتوما البنات بارطاجيو اللايف بارطاجيو اللايف كاع لي جروب اللي عندكم، بغيت اللايف يبان ليا طلع شويه باش نقدروا نكملوا، وباش نقدر نوريكم كاع لي زارتيكل اللي جايبه انا. عندي هنايا بزاف ديال لي زارتيكل، ولكن البنات ضروري ما تبارطاجيو اللايف. غادي نخليها هكا دابا شويه. فوالا البنات غنبدا لكم اول حاجه، اول حاجه بعدا واحد البرومو اللي درناها وعجبتني بزاف بزاف بزاف، هي البرومو ديال الخاتم ديال ديك البرا البنات. هاد الخاتم هذا شوفوا شوفوا معايا البنات، قبل ما نقول لكم الثمن شوفوا كيفاش جاي غليظ، وبالنسبه للبنات اللي تيسولوا الصحيح الصح والعمل، هانتوما شوفوا كيفاش داير خاتم صحيح البنات، صحيح ماشي صحيح صحيح البنات. من داخل ديالو كيفاش داير شوفوا معايا كيفاش داير، جاي واعر خطير خطير البنات، فيه لي طاي لي طاي اللي بغيتو كاينين مرحبا والف مرحبا. شوفوا معايا كيفاش كيجي داير البنات، خويتم لي خطير 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 وغزال وزول، وكيجي الصح والعمل البنات. هذا داير فقط 22000 ريال اللي هي 1100 درهم، 1100 درهم، وكتاخدي هاد الخويتم ديال ديك البرا اللي فريمون خطير وغزال وصحيح وشي حاجه لي طوب وزوينه بزاف 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 البنات. انا كنصحكم بهاد الخاتم، شي وحده باغا تشري خاتم فكنصحها بديك البرا حاليا، لانه برومو زائد لانه الصح والعمل، وكيجي عاطي العين الخاتم البنات، كيجي عاطي العين كيجي باين في اللبسه ديالو كيجي زوين. المهم انايا البنات ما جبتش ما خديتش لاطاي على قد صبعي هذا، فانا ماشي مشكل غير باش تشوفوه انا درتو لكم في هذا الصبع هذا، كيجي البنات عاطي العين سواء القياس ديال كبير شويه ولا صغير ماشي مشكل، حنا غنجيبو كاع لي طاي الا كان شي طاي صغير بزاف ولا كبير بزاف، هنايا راه غادي نلقاو لكم حتى نتوما الحل ان شاء الله. البنات اي وحده بغات الخاتم تواصل معايا في الواتساب 07071199920، بغات تعيط ليا في النمره ماشي مشكل فيها لي زابيل عيطي ليا، ولكن واخا تهضري معايا من الاحسن دوزي عندي الواتساب، خلي لي سميه الكنيه النمره التليفون ولا ادريس، ولا اي واحد باغي يدير كادو للمدام ديالو اولا الوالده ديالو، فانا كنصحكم بهذا الخاتم هذا لان فريمون خويتم اللي غزال وزوون والصح والعمل البنات. هذه راه بالنسبه لي انا هوته ولا هميزه سميوها كيما بغيتو، مي فريمون راه كيجي واعر واعر واعر. كيف قلت لكم الثمن ديالو فقط 1100 درهم،
1100 درهم البنات هي 22000 ريال. وعندي ليكم البرومو ديال عيد المراه، انا بغيت نصدق لكم لي برومو هما الاولين البنات. على اي كوموند غادي تدوزوها كيف ما كانت سواء كبيره ولا صغيره، هادو البنات عندهم دي بري ديالهم، هادو عندهم دي بري ديالهم. ولكن في المناسبة ديال عيد المرأة إلا دوزتي أي كوموند دايرين دي بخي سبيسيال لهاد لي بوكل هادو، ثلاثة ديال الكريول، لأن هاد الكريول مطلوبين بزاف 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 أو تيعجبو البنات. فوالا البنات غندير ليكم أول وحدين، إلا دوزتي كوموند ممكن تزيدي هاد لي بوكل فقط 200 درهم لبسيهم في التقيبة الثانية ولا الثالثة على حسب ودنك. إلا كانت كبيرة كتلبسيهم في الثالثة، كانت صغيرة كتلبسيهم في الثانية. هادو البنات كيف قلت لكم دايرين 200 درهم الا دوزتي معاهم اي كوموند. شكرا البنات على اللي جاوا القليبات ديالكم. كيف قلت لكم 200 درهم البنات، دوزي اي كوموند وزيدي هادو 200 درهم، اولا دوزي كوموند وغادي تاخدي هاد الكريول هادو 400 درهم البنات. هادو راه الا كانت ودنك صغيره راه ممكن تلبسيهم في التقيبه الاولى، كانت كبيره ديريهم في التقيبه الثانيه. ممكن تلبسو غير مثلا غير هادو، ممكن تلبسو هادو وهادو بجوج مثلا. بغيتو البنات ما بغيتوش كوموند اخرى، بغيتو غير الكريول، كتقدري تاخدي هادو مثلا بالثمن ديالهم الاصلي وتزيدي هادو بثمن البرومو. هادو تيبقاو لكم 400 درهم، هادو تيبقاو لكم 200 درهم. هذا الثمن ديال البرومو عيد المراه، ما هو ديجا اون برومو هو الثمن ديالهم حتى الاصلي. وكاينين هادو الكبار البنات تيجيو في التقيبه الاولى، هادو البنات كيبقاو لكم 500 درهم اون برومو مع كوموند اخرى. 500 درهم، 400 درهم، 200 درهم. يلا البنات ديروا سكرين تواصلوا معايا في واتساب. مرحبا والف مرحبا. بغيت حلقات بلاش نرجعوا من هنا، بغيت حلقات بنيه البنات 11 عام. مرحبا، انت ممكن تاخدي ليها بحال هادو، تا هما راه غادي يجيو زوينين، سواء هاد الثانيين هادو او لا هاد الثالثين هادو، راه كيجيو زوينين. بغيتيهم غير بوحدهم دوزي عندي واتساب ان شاء الله نقول لك الثمن ديالهم بوحدهم شحال يبقاو لك. كنتي مدوزه كوموند اخرى وبغيتي تزيديهم، مرحبا والف مرحبا. ففوالا البنات هذه بالنسبه للبرومو ديال المراه. وهذا داك البرا البنات اللي خاطر، هذا بزاف، هذا بزاف 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 1100 درهم، كيجي صراحه طوب غزال وزوين بزاف بزاف. عاد البنات لي زارتيك اللي لابسه، لابسه ليكم البنات ايشان ديال الكلاش، كتجي على شكل في هكا السنيسله ديالها. شوفوا البنات كيفاش كتجي دايره غزاله وزوينه. هذه ما طويلاش بزاف، معنا العنق ديالي ما عامرش بزاف فجاتني في هاد الطول. هادي ملي غدوزو عندي راه غادي نشوف شحال فيها تقريبا باش نقول لكم شحال فيها تاع الطول. مي كنظن غتكون فيها واحد 42 ولا 43 سنتيمتر. انا 43 هكا كتجيني تقريبا بحال هكا، حيت انا كنلبس غير سنيسله القصيره. مي هكا يعني بالطول هذا جايه هكا زوينه. الثمن ديالها 2100 درهم، هادي البنات 2100 درهم اللي هي 42000 ريال. 42000 ريال كتجي واعره البنات، كتجي غزاله وزوينه بزاف بزاف بزاف. كنتمنى تكون باينه لكم وتكون عاطيه للعين. عندي لكم البنات حتى لا غورميت ديال الكلاش، لا غورميت ديال الكلاش البنات جايه على هاد الشكل هذا، شي حاجه واعره خطيره البنات. لاشين ديالها شوفوا كيفاش دايره بهذا الديزاين، كتسدي في القياس اللي بغيتي ولا على حسب الدوره ديال يدك. كانت دقيقه راه كنشيط لك منها، كانت شويه يعني يلاه يلاه، كتجيك هكا مع الخميسه يعني دايرين مع واحد الخميسه صغيره البنات. ها هي بالنسبه لا غورميت، شوفوا كيفاش دايره من داخل. بالنسبه للبوندوتيف ديالها الصح والعمل، والثمن ديالها فقط 1300 درهم، 1300 درهم اللي هي 26000 ريال، 26000 ريال البنات. وهاد الدق البرا هذا، هاد الدق البرا هذا راه ممكن تزيدي هذا زعما، هذا ممكن تزيدي معاه لا غورميت ديال الدق البرا اللي كتجي واعره البنات خطيره. بانشان ديال الشوبار شوفوا معايا كيفاش جايه، حتى هي سدها في هاد القياس هذا، نزله منها خميسه على هاد الشكل هذا. الثمن ديالها 1500 درهم، 1500 درهم الصح والعمل، وشي حاجه اللي غزاله وطوب وزوينه بزاف 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 صراحه. هذه زارتيكل البنات راه شي حاجه اللي زوينه بزاف، وصراحه صحاحين شي حاجه اللي خطيره خطيره، وكيجيو الصح والعمل البنات. ديروا سكرين تواصلوا معايا في واتساب، النمره ديالي هي هذه 0707119920. مرحبا والف مرحبا. بلاتي نشوف، بارطاجيو البنات اللايف، بارطاجيو اللايف كاع لي جروب اللي عندكم. حاولوا تبارطاجيو اللايف باش يطلع شويه باش نقدروا نكملوا اللايف ديالنا. باقيو البنات عندي مازال بزاف ديال لي زارتيكل، بزاف ديال المفاجآت، ومرحبا بكم. ما غاديش نطول عليكم بزاف ولكن كاين ما يتشاف.
حاولوا ديروا سكرين، تواصلوا معايا في واتساب. مرحبا والف مرحبا، وشكرا كيف قلت لكم على اي قليب اي كومونتير ولا اي وحده بارطاجات عاوناتنا في اللايف، فشكرا بزاف لكم كاملين البنات. شوفوا هذا البنات، الا بغيتو تدوزوا لدك البره حاولوا تدوزوا، يعني اون فوا تشوفوا لا كوموند حاولوا تدوزوا عندي، دوزوا دك البره، لان دك البره البنات ما تيبقاش في السطوك، ملي ما تيبقاش غادي ندوزوا لكم اي لا ديفريزون، غادي ماشي لا ديفريزون السطوك غادي يدخل، ولكن غادي يمشي على حساب شكون اللي دار لا كوموند قبل. يعني كل ما سرعتي لا كوموند ديالك كل ما كنتي من الناس اللي غادي يستافدوا يعني قبل، يعني الناس توصلهم لا كوموند قبل. كاينين دابا بزاف البنات مازال كيتسناو لا كوموند ديالهم، راه السطوك غادي يدخل ان شاء الله قريب. كان عندنا السطوك الاول سهله باش تعرفوا راه داك البره داير حاله، ودابا ان شاء الله غادي يدخل السطوك الثاني، وكلكم ان شاء الله البنات اللي دوزوا لي كوموند ديالكم راه كاملين لي كوموند ديالكم داخلين، والبنات اللي غادي يشوفوا عاود اللايف دابا حاولوا تدخلوا لي كوموند، دفعوا لي كوموند ديالكم باش ندوزوا لكم لا كوموند. وباش دوزي لا كوموند دوزي هاد النمره هذه 0707 11 99 20. غادي نوريكم البنات دابا، المهم تنوريكم هاد الخاتم هذا، خاتم هذا صراحه ديما تنوريه لكم لانه تيعجبني وتيجي عاطي العين. 1900 درهم، خاتم ديال 3 دي، كيجي واعر البنات كيجي خطير. شوفوا معايا كيفاش كيجي، وصحيح الصح والعمل، كيجي صراحه طوب غزال وزوين. كيف قلت لكم 1900 درهم. عندي لكم حتى الباك ديال هذا اللي بتو ديال رادكو، كيجي على هذا الشكل هذا واعر البنات. حتى هو صراحه لي باك اللي جايبه لكم اليوم بقى يضحكني نتيا، لي باك اللي جايبه لكم اليوم صراحه شي حاجه طوب الصح والعمل، وشي حاجه اللي خطيره خطيره خطيره. بارطاجي لايف ها نتوما البنات، شوفوا كيفاش دايرين من الداخل، كيفاش كيجي داير البريمه ديالو، كيفاش دايره صراحه واعر البنات خطير. الثمن ديالو فقط 1500 درهم، 1500 درهم في الجنه، 1500 درهم غير يجي كلشي باقي، 1500 درهم البنات. كيجي واعر البنات، كيجي خطير وغزال وزوين بزاف بزاف بزاف، كيجي صراحه طوب زوين بزاف 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 البنات. 1500 درهم، 1500 درهم، وكتاخدي باك لي طوب طوب طوب، شي حاجه اللي غزاله بزاف. بارطاجي، راه مكاينش بارطاج اصلا، هذاك الشيء اللي تيبان لك طالع هاي ديالي البنات، بارطاجيو اللايف. شوفوا معايا هذا البنات 1500 درهم، 1500 درهم. غادي دائما نبقاو في لي باك، عندي حتى لاباك ديال الكلو. البنات اللي سولوني حيت واحد لا فيديو كان بين فيه واحد لا غورميت، ولكن لا بلي باغ ديال البنات ما سولونيش على الغورمي، سولوني على لاباك ديال الكلو. لاباك ديال الكلو البنات راه ديجا حنا عندنا لاباك ديال الكلو في السطوك، وديجا كنوريو ليكم، الثمن ديالو 900 درهم، كيجي واعر غزال زوين وصحيح البنات. لاباك ديال الكلو جاي الصح والعمل، والثمن ديالو فقط 900 درهم، كيجي رائع في البيزا ديالو، كيجي خطير بزاف بزاف بزاف. 900 درهم وكتاخدي باك ديال الكلو، كيجي غزال وزوين. كاين لا غورميت كاين براسلي، بغيتو تشوفوهم تواصلوا معايا في هاد النمره ان شاء الله. شحال في الجرام؟ انا هو محمد نورهان. فوالا البنات، بالنسبه لهاد لي زارتيكل اللي كنوريكم راه تيتباعوا الموديل. بالنسبه للجرام راه كاينه السرتلا وكاينه الرادكو، الا بغيتوها بالجرام مرحبا والف مرحبا. هادشي الشيء زعما في المغرب كامل اولا في العالم كامل، ماشي غير في المغرب. فوالا البنات، بالنسبه للاباك قلت لكم 900 درهم. دابا البنات وريتكم هذا 900 درهم، وريتكم ديك البرا 1100 درهم، وريتكم هذا ديال 3 دي ب 1900 درهم. غادي نوريكم البنات حتى هذا 3 دي كي جاي اوفر على هذا الشكل هذا، شوفوا الداخل ديالو كيفاش داير، وجاي صحيح البنات، جاي صحيح الصح والعمل. الثمن ديالو 1000 درهم، هذا البنات 20000 ريال، 20000 ريال كيجي على هذا الشكل هذا. خلي لي ميساج محمد نور، خلي لي ميساج في هذه النمره ان شاء الله، انفو انسالي لايف نشوفك. هذا البنات داير 20000 ريال، ووريتكم هذا البنات داير 1500 درهم، تيجي صراحه زوين، كيجي غزال وكيجي صراحه رائع في اللبسه ديالو. هادو بالنسبه للي باك. عندي حتى هاد لاباك هذا، بلاتي البنات تشوفوا الثمن ديالو باش ما غلطش لكم في الثمن. ها هو الثمن ديال لاباك ديال الجاكوار، جاكوار بجوج درويسات البنات، واعر خطير خطير خطير، كيجي طوب صراحه هاد لاباك. شوفوا البنات معايا الصح والعمل، راه صحيح صحيح صحيح، والجاكوار ديالو كيجي هكا ما فيش الحجر،
في غير دوك العوينات الخضرين هما اللي كاينين، يعني ما في حتى شي حجيره اخرى. ديزاين ديال الخاتم كيفاش داير، الداخل ديالو كيفاش داير، الثمن ديالو 2400 درهم، 2400 درهم. غادي نحيد هادو البنات باش نلبس لكم لاباك جاكوار ونوريكم معاه البراسلي، البراسلي ديالو البنات حتى هو كيجي زوين غزال. المهم خديت لي باك كبار، ما ماشي مشكل غير باش تشوفوهم. صراحه كنت واخده القياس ديالي ايوا وشي كليانه طلباتو، وطلباتو نيت عندها نفس القياس ديالي، وخداو ليا البنات يعني جمعوه باش يصيفطوه لها، وعطاوني هاد لي طاي هادو كبار. وكنت ديك الساعه بديت اللايف ما قدرتش باش نوض ونمشي نجيب لاطاي ديالي ونمشي. فوالا البنات ماشي مشكل، غادي نوريكم حتى البراسلي تقريبا كيفاش كيجي داير. غادي نهبطو شويه هكا باش يبان لكم البراسلي. البنات ما كيتلوش البراسلي هنا، راه حدو تقريبا هنايا، مي انا حيت هادي طاي كبيره جايني بحال هكا. وكيف شفتوا هذا كيف قلت لكم داير 4600 درهم. براسلي البنات صحيح صح، والعمل نفس الديزاين ديال الخاتم. وبالنسبه للخاتم داير 2400 درهم، 2400 درهم، 4600 درهم. تيجيو شي حاجه اللي غزاله وصحيحه. هانتوما البنات من الداخل ديالو كيفاش داير، وجاي صحيح البنات صح والعمل. حاولوا ديروا سكرين البنات لاي ارتيكل شفتوه وبغيتوه ديروا سكرين، خليوا لي ميساج في الواتساب. النمره راهي اللي عندكم كيف قلت لكم ايبانغلي 0707 11 99 20. بارطاجيو البنات اللايف، وشكرا لكم كاملين على التفاعل ديالكم. بالنسبه للبنات تيسولوا على ليفريزون، ليفريزون راه بالمجانيه للمغرب كامل. غادي نوريكم دابا البنات السنيسله ديال الجاكوار، حيتاش نوريكم الجاكوار غنوريكم السنيسله ديال الجاكوار. كتجي رويس واحد كتجي على هذا الشكل هذا غزاله، بان شان البنات ديال فرصه رقيقه ولكن صح والعمل البنات. ماشي رقيقه بزاف المهم جايه بهذا الرق هذا، ولكن صحيحه البنات. الرويس ديالها نحاول نوري لكم حتى من اللور كيجي زوين. الثمن ديالها 1300 درهم، 1300 درهم. وعندها لاغورميت ديالها، نحاول نحط حداها لاغورميت ديالها، عندها لاغورميت ديالها البنات. بلاتي نحاول نوريكم لاغورميت، لاغورميت البنات ديالها حتى هي رويس واحد، لاشين نفس لاشين ديال السنسله داير 1200 درهم. يعني لاشين بوندونتيف دايره 1300 درهم، و بخي الغورميت ديك البره، ديك البره جليله دايره 1500 درهم، 1500 درهم. و لا باكرا هذا راه ماشي اللي كنا كنديرو معاه هادي، مي هذا واحد اخر يلاه جبناه غليظ زود، جاي الثمن ديالو فقط 1100 درهم. فوالا كيقلت لكم 1300 درهم، 1200 درهم. حاولوا تسكرينيو اللايف البنات، البنات تستافدو من ديك البره ومن العرض ديال 8 مارس. غادي نوريكم هاد السنيسله حتى هي سنيسله طوب غزاله زوينه. خصني ندير لكم شي عنيق ولكن باش نوري لكم غادي نصبق على هادي ديال مشارفي باش نلبسها لكم هنايا. هاد السنيسله البنات ديال مشارفي سنيسله غزاله غزاله غزاله، واعره خطيره البنات، كتجي رائعه جديده البنات. يلاه دخلناها لاشين ديالها البنات ديال فرصه، فرصه البنات كتجي هكا على الشكل هذا رقيقه ولكن صحيحه البنات، صحيحه الصح والعمل، الصح والعمل البنات. هاد لاشين والبوندونتيف اللي فيها ديال مشارفي كتجي على هاد الشكل هذا، مشارفي كتجي على هاد الشكل هذا، ونازلين منها هاد الخريشيشات الشناشين وداك الشيء. الثمن ديال هاد البنات 1000 درهم، 1000 درهم. كتاخدي اشير بالبوندونتيف شي حاجه طوب، شي حاجه غزاله بزاف هكا البنات. بالنسبه للطول ديالها 39 سنتيمتر، الا عمقك ضعيف كتجيك مزيانه، كان عمقك عامر كتزيدي 50 درهم. كتاخدي لي طول من هذه فيها 45 سنتيمتر، خلي طول من هذه فيها 45 سنتيمتر. مرحبا والف مرحبا. غادي دابا نلبس لكم هذه حتى هي البنات، صراحه غزاله وزوينه، ولي زارتيكل اللي كنوريكم راه شي حاجه طوب، شي حاجه الصح والعمل البنات. بالنسبه لهذه دايره البنات 1100 درهم، ما فيها لا بوندونتيف حتى شي حاجه، يعني ممكن تاخديها تلبسيها بوحدها، اولا نتي تزيدي لها عندك شي بوندونتيف تزيديها معها. جايه على هذا الشكل هذا رائعه، الطول ديالها تقريبا حتى هي 39 سنتيمتر، خطيره البنات كتجي زوينه بزاف بزاف بزاف. الثمن ديالها 1100 درهم، 1100 درهم. البنات بالنسبه للنمره فين دوزي لا كوموند هي هذه 0707 11 99. غنحيدو هذه وغادي نوريكم هاد السنيسله حتى هي
ديال لوي فيتون البنات. لوي فيتون رائعه 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 البنات. هاد لوي فيتون خطيره في اللبسه ديالها، وكيف كتشوفوا شوفوا كيفاش كتجي باينه. 1100 درهم 22000 ريال، كتاخذي سلسله ديال لوي فيتون بالبوندونتي بحال هكا، والخريشيشات نازلين. لاشين دائما فرصه الصح والعمل، واخا رقيقه البنات كتجي صراحه طوب خطيره وغزاله وزوينه. البنات ما تضيعوش هاد لي برومو هادو اللي تنوريكم، لان فريمون دي برومو غزالين وكيجيو صراحه بحال هكا. بحال شوفوا البنات لوي فيتون كيفاش دايره، صراحه جات واعره فهاد العليق. شوفوا معايا البنات كيفاش كتجي خطيره البنات، خطيره خطيره خطيره. البنات اللي كانوا كيسولوني على لي بوكل ديال الكلاش، فكاينين البنات ديسبونيبل هادو، هما جايين رقاق، ولكن رقاق صحيح العمود ديالهم جاي غليظ بحال هكا. الصح والعمل البنات، هادو ديال الكلاش الصح والعمل. ما بغيت نلبس لكم ما عنديش كيفاش غادي ندير. مهم هذا هو الحجم ديالهم، شوفوا معايا كيفاش دايرين الداخل ديالهم كيفاش داير. بالنسبه للثمن البنات 1600 درهم 32000 ريال، هادو 32000 ريال بالنسبه لهاد لي بوكل ديال الكلاش. كيجيو بوكل لي زوينين، راه واخا تيبان لكم جايين رقاقين بحال هكا، ولكن راهم صحاح 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 البنات. تتخافي منهم لا تهرسو لا والو، نعسي بيهم سيري الحمام اللي بغيتي ما تخافيش منهم. وعندي لكم هاد السنيسله الخليجيه البنات، هادي الديزاين ديالها خليجي، كتجي على هاد الشكل هذا كامله البنات، دايره بالقليبات ونازلين منها هاد السناسل على هاد الشكل هذا. سنيسلات اللي كيجيبوها زوينين البنات، وكيجيو غزالين وخطيرين خطيرين. الثمن ديالها 4200 درهم، 4200 درهم. ها انتم البنات كيفاش جايه دايره سنيسله ديال فرصه، غليظه شويه ما رقيقاش بزاف، باش الجهاز كاين ما تخافوش منها تقطع عليكم. كتجي صراحه غزاله 4200 درهم. شوفوا معايا البنات كيفاش كتجي صراحه غزاله، واخا ما تخافوش منها تخبل ولا شي حاجه، راه ما تخبل لكم حتى شي حاجه. كتجي صراحه سنيسله لي طوب غزاله، والقليبات البنات شوفوا كيفاش دايرين رائعين. 4200 درهم، 4200 درهم. دائما لي شامبو لونتيف ولا السنيسلات، انا برا تكون سنيسلات هاد الغزاله، سنيسلات ديال محبوب ميني محبوبات الجماهير، دائما مطلوبه ودائما عليها الطلب. ميني محبوبات الجماهير شي حاجه طوب غزاله زوينه البنات بزاف بزاف بزاف. شوفوا معايا البنات الشكل ديالها كيفاش داير. الثمن ديالها البنات 950 درهم، 950 درهم. لي بوندونتيف ديالها راه قاصحين البنات، الخريشيشات ديالها الخريشيشات ديال ميني محبوبات الجماهير تيجيو قاصحين غزالين صحاحين. حاولوا البنات ديروا سكرين، تواصلوا معايا في واتساب مرحبا والف مرحبا. طول ديالها 39 سنتيمتر، عنقك ضعيف تجيك مزيانه، عنقك عامر غتاخدي طول منها فيها 45 سنتيمتر زايده 50 درهم. وعندي هذه البنات دايره فقط 800 درهم، ولكن حتى هي غزاله فيها 5 الخريشات. علاش ندير فرصه سنيسله لي بوندونتي في البنات راهم جايين على هذا الشكل هذا، رقيقين ولكن شادين في راسهم ما تخافوش منهم البنات. الثمن ديالها 800 درهم 16000 ريال. الا كنتي غتاخدي الطويله فكتزيدي واحد 50 درهم باش كنعطيو لك الطويله. طويله البنات فيها 45 سنتيمتر كتكون زايده 50 درهم على هذه. شوفوا معايا البنات كيفاش دايره، شوف فريمون كتجي خطيره وكتجي زوينه وكتجي الصح والعمل البنات، راه كتجي صحيحه صحيحه صحيحه، كتجي صراحه زوينه بزاف بزاف. ديروا سكرين البنات، تواصلوا معايا في النمرة اللي عندكم 0707119920، هي النمرة البنات اللي كان النمرة اللي كانت اللي زعما اللي كندوز فيها لي كوموند. ماشي مشكل شفتي في لايف قديم اولا شفتي في لايف جديد، ما كاين حتى شي مشكل البنات. اي لايف شفتي فيه شفتي فيه واحد الكوموند وبغيتيها فقط دوزي عندي الواتساب في هذه النمرة هذه، ولا كان مازال كاين في السوق راه كندوز لك، المهم كنبقى معاك حتى كتاخدي لا كوموند ديالك. حاولوا ديروا سكرين البنات، تواصلوا معايا في واتساب مرحبا والف مرحبا. دابا غادي نوريكم نرجعوا للجاكوار وغنوريكم لونسومبل ديال الجاكوار. هذا البنات داير 6000، نشوف لكم الثمن ديال لونسومبل الجاكوار كامل مكمول. جاكوار البنات كامل مكمول ديال 6300 درهم، 6300 درهم. هذا نفس الخاتم اللي وريتكم قبيله الخويتم ديالو داير 2400 درهم، الحلقات ديالهم دايرين 2900 درهم. شوفوا البنات كيفاش كيجي شحال زوينين هاد الحلقات،
ولا شامبو دونتيل كنت ما بينتهاش لكم دايره البنات 1500 درهم البنات لا شامبو دونتيل غير 1500 درهم 30000 ريال سنيسله مع البوندونتيف ديالها شوفوا شوفوا معايا البنات سنيسله كيفاش جايه دايره فنه البنات وغزاله بغيتي تزيدي لنا حتى البراسلي فوالا البراسلي كيجي على هذا الشكل هذا ولكن البراسلي ما داخلش في الثمن ديال 3300 درهم البراسلي بوحدو داير 4600 درهم 4600 درهم جاي شي حاجه اللي غزاله زوينه وصحيحه البنات الصح والعمل ديروا سكرين تواصلوا معايا في واتساب مرحبا والف مرحبا حاولوا البنات ديروا سكرين وتواصلوا معايا في واتساب راه في الواتساب غادي نجاوبكم كامل البنات دابا غادي نوريكم هاد السنيسله هذه ديال الحضور كتجي غزاله خطيره رائعه العمق صراحه ما كافيهاش غنحاول نحيدو نوريكم بعدا البوندونتيف قداش انتما ايدي البوندونتيف راه كبيره الداخل ديالها كيفاش دايره هكا البنات عندها هاد الكويدره هنايا تيخليها صحيحه راه شاده في راسها مزيان درناها لكم مع انشان ديال الاي بي اللي كتجي على هاد الشكل هذا الطول ديالها نحاول نديرها هكا في عمقي المهم غير باش تشوفوا الطول تقريبا الطول ديالها جاي على هاد الشكل هذا المهم انا قديتهاش نتوما راه غتبان لكم هكا مزيان الطول ديالها البنات جاي على هاد الشكل هذا ما تعرفيش شحال فيها الطول ماشي مشكل دوزي عندي واتساب نقول لك راه طويله الثمن ديالها 9500 درهم 9500 درهم ان شامبون دونتيف ديال الحضور شي حاجه الصح والعمل وشي حاجه لي طوب غزاله وزوينه البنات الداخل ديال البوندونتيف كيفاش دايره وعلى برا ديالها كيفاش دايره لا 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 لاشين ديالها الصح والعمل البنات شي حاجه طوب 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 شي حاجه لي صحيحه وغزاله وبغيت نوريكم البنات حتى هاد لاغورميت باش ما ننساهاش هاد لاغورميت هادي دايره 1600 درهم واعره البنات خطيره سديتها هي في القياس اللي بغيتي شوفوا كيفاش كتجي دايره 1600 درهم 32000 ريال هذه راه واحد لقيتها كانوا خداوها البنات بزاف طلبوها من عندي وما بقيتش بينتها صراحه بالضروري نبينها لكم في هذا اللايف هذا البنات اللي باغيينها ولا البنات اللي غادي تعجبكم مرحبا والف مرحبا راه كاينه في ستوك ما عليكم الا تواصلوا معايا 1600 درهم وكتلبسي غورميت اللي فنه البنات وغزاله كتجي رائعه في البيته ديالها غادي نوريكم دابا هذا لونسومبل هذا اونسومبل ديال الجوهره البنات رائع 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 تيجي غزال تيجي خطير في البيسه ديالو تيجي فنيون البنات كيجي خطير غنوريكم بعدا لاشين بوندونتيف شوفوا كيفاش دايره سنيسله مع عقيقات ديال الجوهر لي بوكل ديالو كيفاش كيجيو دايرين وفي حتى لا غوميت اللي كتجي على هذا الشكل هذا رائع البنات لونسومبل كيجي خطير وغزال وزوين غنعطيكم الثمن ديالو الثمن ديال كل حاجه بالنسبه للحلقات دايرين 800 درهم هي 16000 ريال لاشين بالعقيق دايره البنات 750 درهم ولا غورميت فقط 650 درهم ونعاود نفكركم البنات بان اي كوموند دوزتوها من عندنا اي كوموند كيف ما بغات تكون دوزتيها من عندنا فعندك الحق دوزي معاها الكخيول الصغيورين ب 200 درهم وعندك الحق دوزي معاها الكخيول المتوسطين ب 400 درهم وعندك الحق دوزي معاها الكخيول الكبار 500 درهم فوالا البنات هادشي كامل باش كنبغيو نرضيوكم ودائما نكونوا عند الحسن ديال الظن ديالكم شكرا البنات اللي بقاو معايا حتى الاخر اللايف شكرا لاي وحده بارطاجات اللايف وشكرا لاي وحده دارت قليب اولا تفاعلت معايا في اللايف مابقى ليا البنات الا نقول لكم مع السلامه دابا غادي ندوز الواتساب ان شاء الله باش نجاوبكم وباش نشد لكم لي كوموند ديالكم خاصه البنات اللي غيديروا لا كوموند في ديك البره خاص ضروري مع ديري لا كوموند مع تدخل ليك لا كوموند باش تشدي النوبه ديالك باش اون فوا يكون ستوك نبقاو نعيطو ليكم ان شاء الله باش نوصلو ليكم لي كوموند ديالكم وحتى الباب مابقى ليا الا نقول لكم مع السلامه تهلاو في راسكم وان شاء الله موعدنا لايف مقبل ان شاء الله